السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخواني المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. دائما معكم جلال السميدة الجندي المغربي الأسير حرب سابقا. حياكم الله إنما كنتم، وشكرا لكم جزيل الشكر. كل المغاربة اللي كيساندوني، كل المغاربة اللي كيساندوني داخل الوطن وخارج الوطن، وكل المغاربة اللي كيحبوني حبا متبادلا بيني وبينكم، والله أحبكم محبة ديال الله عزيزة. كل فان اللي عندي وكيتجاوبوا معايا في القنوات ديالي، شكرا لكم جزيل الشكر من داخل الوطن ومن خارج الوطن. كلكم كنقرا التعاليق ديالكم، كاملة التعاليق ديالكم كنقراها وكتعجبني، وكنفتخر براسي وكنفتخر بكم. تحية كبيرة لكم خوتي المغاربة اللي كتزيدوا ترفعوا المعنويات لهذا الجندي المغربي اللي قاصى العذاب وقاصى الويلات في تندوف. الآن أنا فضلت ندير معكم هذه الحلقة بهذا الوسام الملكي، هذا الوسام الاستحقاق اللي نلته وتعطالي بالاسم ديالي في وسط الصحراء المغربية. أنا فضلت اليوم وفي هذه الحلقات اللي راني كنديرها معكم، فضلت على أنه ندير هذه الحلقات بهذا الوسام الشريف، هذا الوسام الاستحقاق اللي كنفتخر به، هذا الوسام اللي هداه لي رئيس الأركان الحرب العامة وقائد الجيش آنذاك في الزيارة الملكية ديال الحسن الثاني رحمه الله. وأفتخر، عندي أحسن كادو اللي شديته، وأحسن كادو عندي اللي متهلي فيه وتهلاو لي فيه والديا بعد مغادرتي بعد أسري في السجون ديال المرتزقة. أحسن هدية اللي ديما ملي كنتفكرها وملي كنلبسها، سواء كنت لابس الزي المدني وشو تبارك الله. شو اخوتي المغاربه، الله انا مزاوك فيكم. شوف كيفاش كتجمع الزي المدني، كتجي في الزي المدني توب روعه، وكتجي في الزي العسكري توب روعه، لخاطر هذا افتخار ليا، هذا افتخار ليا كجندي مغربي. حياكم الله وتحياتي وتقديري ليكم خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. الان انايا يلا لاحظتوا هاد الايامات شنا واحد البلباله في تندوف. واش شفتوا معنا واحد البلباله ديال المرتزقه في تندوف؟ يمكن جو كخوا، الله اعلم، على انه هذاك الشباب الصحراوي ودوك العيالات اللي كاينين في المخيمات ربما فاقوا. الان شنا مظاهرات في وسط المخيمات، وشنا القبائل كيفاش راها دايره ديك الضجه على المسؤولين ديال المرتزقه اللي راهم حاجزين هذوك الناس تما وقابطين ليهم ولادهم في السجون ديال الرشيد. راه حتى حاجه ما كتمنع، وكل شيء كنشوفوه وكل شيء متبعينه. احنا ما كاينش حاجه اللي كتمنعنا، لخاطر هذوك المرتزقه اللي مستغلين هذوك بعض المحتجزين، اما الباقي ما غاديش نهضر عليه، على خاطر غير موريتانيين وجزائريين ماليين تشاديين كلشي دخل تمايا، هذاك لا يهمنا. حنا كنهضروا على الناس اللي هما ديك الفئه ديال المحتجزين، ولكن ناضوا الناس فاقوا. احنا قلنا لكم، انا دائما كنخاطبكم، على خاطر انا عشت معاكم سنين طويله، كبرت معاكم، عشت معاكم وعرفت الاوضاع ديال المخيمات، وشفت كيفاش شفت الاوضاع، على خاطر احنا سنين انا كبرت عندكم. وكاينين بعض الحراس اللي كانوا معنا في السجن، ولادهم صغار كبروا وجاو داروا علينا لاكارت في الكاريطات، ولاو علينا حراس، بمعنى على اننا رحنا عشنا وشفنا هذيك المناظر اللي عايشه فيهم. انا راني كنناشدكم وكنقول لكم فيقوا، راه كيضحك عليكم النظام الجزائري، كيضحك عليكم النظام الجزائري في دوك المخيمات، وكيقول لكم هو ديكم باليوم وغدا، واليوم وغدا، والعام على عام. لخاطر حنا ملي كنا تما، راه كنا ملي كنا كنشتغلوا في المخيمات، في داك ديال الطوبيه وداك البريك وداك ترا، راه كانوا وحدين كيتواصلوا معانا في الخفاء، دوك الشباب
ومن دوك العجائز مساكن وكيروي ولينا كيقولوا لنا يا ودي حداو راسكم غير من الحراس وحداو راسكم من فلان وراه ها الاوضاع كيفاش كتمشى وحنا شناهم تما عشنا معاهم الويل والوسخ وحاله يا حاله ونظام الكبرانات كيضحك عليهم وكيسترزق عليهم. انا نقول لكم انا نداء لكم راه المواد الغذائيه اللي كانت كتجيكم راه حنا السجناء اللي كنا كنسرجيوها لا شارج ودي شارج وتمشي كتباع وكتبقاو نتوما بالجوع في وسط المخيمات. شتو داكشي اللي كان داك اللي كيضحكوا عليكم داك التفتيت داك الفتيتيت اللي كيضحكوا عليكم وكتشوف الكهولة مساكن موسخين حدا لي كونتينير ولا يلعبوا الضامة تمايا ولا والنساء والتركة وهذا. اجمعوا راسكم عندكم طرق. انا النداء كنقول لكم اسمعوه ما تسمعوهش دير راكو عرفتوا اللي عايش فيكم شكون هما المرتزقة اللي راهم كيدوروا قدامكم في المخيم على اننا راه مشات هذيك القضية ديال سياني. اخواني المغاربه بوليزاريو واحد الوقت ملي كنا عندهم شنو كيقولوا لهم شوفوا الريتم باش شادين هذوك الناس اللي تما كيقولوا لهم في الاجتماعات حنا سياني كل الوطن او الشهاده. ايه يا كل الوطن او وراه كل شيء مات وماتوا كالجياف وشنو اللي بقى تما واش هذيك الحاله اللي عندكم اودي اشنو هذاك اللي عايشين فيكم هما راهم في اسبانيا هما راهم في فرنسا هما راهم في ايطاليا وكيجيو يضربوا عليكم ديك الدويره في وسط المخيمات وكيكذبوا عليكم داك التفتيت والمواد الغذائيه اللي كتجيكم من عند المنظمات ومن عند الجمعيات كل هكا وانتم كتعرفوا هذا الشيء هذا انتم كتعرفوا هذا الشيء هذا اللي راكم في المخيمات كتعرفوا التموين ديالكم المواد الغذائيه ديالكم اللي كتهود موريتانيا وتهود نواكشوط وتمشي للزويرات وتهود مالي ولكن ما كتقدو يعني ما يقدوش يا اخواني المغاربه ما يقدوش يهضروا راه اللي يهضر فيكم راكو عارفين المصير بوست الرشيد ناري بوست الرشيد. انا اعطيكم واحد القصه والله العظيم نقول لكم بوليزاريو راكو دابا انا كنعطيكم المعلومات انا كنعطيكم المعلومات ديال وسط القلب ديالكم وسط المصارن ديالكم. انا كنت شي ايامات داوني نشتغل في واحد ما يسمى بالمستشفى الوطني المستشفى الوطني اللي جاي ما بين مخيم اسرد ومخيم العيون في ديك الكوديه ديال الجبل في ديك الهوده كاين ستوك ديال الدواء وكاينه المدرسه تكوين شبه الطبي. نوريكم التصويره ديال الكوزينه اللي كنت كنشتغل فيها تما كطباخ انا واحد الاسير واحد اخر وكنت كنشتغل تمايا وداك المركز داك المستشفى سميتو المستشفى الوطني ودايرين فيه مدرسه تكون شبه الطبي. شنو فيها؟ فيها تما الطفيلات والتركه كيقراو على باش يتخرجوا ديزانفيرمي ترمليات. ولكن الاوضاع كي دايره؟ الاوضاع كي دايره؟ على جنب انا بوليزاريو كيف بوليزاريو والسكان ديال هاد المخيمات راهم كيعرفوني على من كندوي. على جنب لي كونتينير وعلى جنب الكودية اللي الفوق اللي فيها الموتور ديال الضو لتحت كاين واحد الحبس مصغر ديال العيالات ديال العيالات ديال المخيمات. اي وحده دارت مشكل ولا عندها بروبليم لا خطر علاش انا باش غادي نكتشف قسما لا زماني الا دخلت لهذاك السجن قالوا لي غادي تجيب الصطله يعني الصطله هما عندهم هي الكاميله قدره بالعربيه القدره قالوا لي دير فيها ماكله ديال 4 ديال الاشخاص وطلع الفوق باش تعطيها لشي ناس راهم لداخل في ديك السجن. انا ما كنتش كنعرفوا هذاك السجن اصلا لا خاطر كيبان غير بحال شي سكان هو جاي فوق الارض كيبان بحال شي سكان ولكن جاي ما بين جوج ديال الجبال كوديا وكوديا وهاد المستشفى اللي كنقول لكم راه جاي غير في السرحرح غير في الوطا غير في السرحرح غير هو جاو القمه ديال الجبل وداروا فيه بناوا فيه الفريغو داروا فيه الفريغو ودي كونتينير وتما كيكون ستوك ديال الدواء وتما اصلا الدواء البيريمي اللي مستوكي في داك وكاين واحد الحارس عليه تما بوليزاريو اللي كيحرص على الموتور ديال الضو وميمتو كيحرص على داك ستوك ديال الضو ولكن كتهود في الكوديه ديالو كتلقى غير التيران ديكاجي وتما كاينه المدرسه ديك الساعه فاش انايا
كنشتغل تما في ديك الكوزينه كاين ما يقرب على 120 ديال التركه كما يقولوا هما التركه ديال الطفيلات وديال التركه، يعني اللاج ديالهم ما بين 18 عام حتى 25 26 28 عام. وكانت المشرفه عليهم واحد الموريتانيا، موريتانيا هي كدير استاذ بمعنى استاذه في هادشي ديال الطب، وجات من موريتانيا وكتقري، هي كتقري البنات، وكاينين ثلاثه ديال ما يسمى عندهم ثلاثه اساتذه مخرجين من كوبا، مخرجين من كوبا على انهم باش يدرسوا لهاد الدراري، يدرسوا لهم هاد الشيء ديال التكوين شبه الطبي. وانا كاين انا واحد الاسير واحد اخر سميتو العزيزي من مدينه الخميسات، وكاينه التصويره ديالي انا وياه ديك الكوزينه حاله ما هي حاله. انا وداك الصديق ديالي واحد فيلا كيعجن 40 كيلو ديال الفارينه بيديه، يعني كنديرو اليوم انا غادي نعجن داك الخبز وغادي نطيبو، وهو هذاك صاحبي غادي يطيب دوك القوابل الكبار عندهم دوك اليدين ديال العدس، نهار كيكون فيه العدس، نهار كيكون فيه اللوبيا، نهار كتكون فيه حمص، يعني كل نهار. ولكن انا وصاحبي كنديرو كيجيبونا في الصباح، كيجيبونا في الصباح مع السبعه بعد ما كتفرق الاتجاهات ديال الاعمال، وكيهزوني انا وداك الصديق ديالي اسير، وكيجيبونا المساء. ملي كيجيبوني انا وداك صديق صاحبي كيجيبونا من السماره، من سجن ما يسمى بمخيم السماره، كنا تما في داك السجن. القائد ديال داك السجن سميتو محمد فاضل، واحد التاجير، واحد التاجير اللي بانت في المواد الغذائيه لا الحراس اللي بانت خاصو يديها، وهو كان قائد المركز ديال داك السجن. وكيديونا في الصباح كتجي لومبيلونس فيها السائق، وكيهزنا اللور بجوج انا وداك الصديق ديالي، وكيدينا المستشفى الوطني، وكنفرقوا السيرفيس انا وداك صاحبي، يعني كنتعاونوا كنتعاونوا، لا خاطر خصك دير الغداء، وخصك دير الخبز، وخصك دير العشاء، وخصك تغسل المعن وتغسل الطباسه، ل 120 فرد وحنا غير في الخلا غير في السرحرح. وهكذاك وكنساعدوا كنساعدوا بيناتنا، كتعجن ديك 40 كيلو ديال الفارينه وكتخليها تخمر في دوك لي بانيو الكبار بحال ديال الصابون فيهم كنعجنوا، وملي كتخمر كنديروهم شكل ديال باغيط، شكل ديال فلوتات قد هكا، وكنديروهم كانوا دايرين لنا فران ديال البوطاغاز فيه لي زيتاجير، وكنطيبوا لهم داك الخبز. كنديروا حنا ديك 150 160 باش كيشرط لنا ديك 20 خبيزه ولا 30، كنجيبوها لاصدقائنا السجناء اللي كاينين في الحبس، باش في العشيه منين يهزونا يردونا للسجن كنجيبوا كاع داك الخبز كنجمعوه ونجيبوه لعند خوتنا السجناء اللي كاينين في السجن. الور هنايا بدينا كنكتشفوا فهاد الناس شنو كيقراو، واش كاينه شي معلومه ولا، بدينا كنكتشفوا فيهم. الشهر الاول شهر جاوج، واحد النهار انا قال لي مدير الاخطر ديما الامن تما، الامن كاين في ذاك المستشفى الوطني وديما مراقبين هذوك الاسرى اللي راهم في ديك لاكويزين الرقابه عليهم. جاء واحد منهم دوك صاحب الامن قال لي دير كميله، هما يقولوا لها السطله، دير كميله ودير فيها القدر ديال اربعه ديال الاشخاص. درت العدس ودرت اربعه ديال الخبيزات، وقال لي هز ديك السطله وتبعني. انا قلت يمكن المدير ديال هذا المستشفى ولا جاو شي ضياف ولا، وخرجت من داك المستشفى الوطني، هو غادي وانا تابعه من اللور، هو غادي وانا تابعه، هو غادي وانا تابعه، حتى كنوصلوا منين قبض لا ديريكسيون ديال داك البناء. انا ما عمري عرفت على انه تما كاينين عيالات سجناء، بالله عليا الا ما عمري كانت عندي فكره، لاخاطر ما عمرنا شناها. ولكن منين وصل وجبت السوارت من جيبو وبدا كيحل تراك تراك تراك، وانا من موراه واقف كنقول يا ربي السلامه واش هنايا. دخل حل الباب، غير مع الحله ديال الباب تبان لي سيده، تبان لي وحده امراه، والله العظيم السناسل في رجليها، سناسل السنسله في هاد الرجل وفي هاد الرجل، وما عطيناهاش واحد المسافه، عطيناها واحد المسافه تقريبا 50 تقريبا واحد 30 سنتيم، ديك السنسله فيها 30 سنتيم في الرجلين باش يخليوها
باش ترمي الرجل الخلفه هاك وهاك. تبان لي خرجت من سيلون ومدخلينها لسيلون واحد اخر. وباش سادين ديك السنسله شادينها بكادنا طفل عنده الساروت. قال لي زيد لا خاطر هما علاش دابا حنا كانوا كيقولوا معمر المغرب انا نشوفو كاع ولا داك السجناء ولا المغرب ما كاينش يعني مالغري نشوفو هاد الحوايج يعني غادي تبقى تما يعني لا حنا ولا هادشي اللي نشوفوه غادي يبقى كلشي تردم تمايا. لكن الحمد لله هاني كنحكي لكم انا هاد المصائب وهاد المناكير اللي وقعت. وهما حطيت لهم ديك الماكله وقسمتها لهم على اربعه ديال الاشخاص. هما كانوا تما اربعه ديال النساء سجينات. عرفت بان هذوك السجينات صحراويات مغربيات من المحتجزات الحقيقيين. وشكون اللي شكمهم؟ شكمتهم موريتانيا كيسميوها العريفه اللي كدور في الليل على القياطن. خطر في الليل 12 الليل 11 كاينه ديك العريفه موريتانيا كدور من خيمه لخيمه. شوف دوك المخيمات اللي كتشوفوا هذا اليبوك اللي كنقول لكم فاش كنا حنايا تما. دابا في هذا الوقت هذا الله اعلم الا كان داك الشيء كلا عليه الدار الله اعلم الا كان باقي راه باقي. يعني كانت هذه العارفه هذه الموريتانيه كدور على قيطون بقيطون وحفيانه كتصنت غير على شكون اللي شاعل شي راديو لداخل في داك القيطون وشادين شي قنوات ديال المغرب. وكان واحد الوقت كان الله يرحمه داك الحسن علي عبد الله راه من ليزونسيان لا من الصحراويين ولا من المغاربه يعرفوه. كان واحد المذيع يقولوا له الحسن علي عبد الله كان دائما كيعطي واحد الروبورتاجات على تندوف وعلى الصحراويين المغاربه وعلى الصحراء المغربيه. واحد البرامج رائعه كان كيعطيها من مدينه العيون من الاذاعه الجهويه من القناه ديال مدينه العيون. وهنا كانوا كيحبوا بزاف ديال الصحراويين المغاربه اللي كانوا محتجزين في تندوف كانوا كيموتوا عليه وكانوا كيتصنتوا له. كانت عنده واحد المحبه كيتصنتوا عليه. هنا تعطات الاوامر من عند القياده اي قيطون تسمع منه شي واحد شي على الراديو وكيتصنت لشي اذاعه بحال هذه ديال العيون اللي في المناطق الصحراء المغربيه اولا الدوزين اولا القناه الاولى. مسكين ما 3 الليل 4 الصباح كتبقى القيطون خاوي. هنا كيزوهم كيطيروا بهم ما يرجعش. لاخاطر الا رجع غادي يقول داك الشيء كما راني كنقول لكم انا دابا داك الشيء اللي شفتو. دونك راه مين يتهز شي واحد من دوك القياطن من داك المخيم ويديوه لداك السجن الرشيد والله لا رجع كاع ما تعيشوا راسكم. لاخاطر الا رجع الا خلاوه 6 شهور ولا عام ولا شهرين وطلقوه غادي يرجع يزرع داك الشيء في وسط المخيمات يقول لهم ها السجن الرشيد كي راه داير يعني. وهذا هما ما يبغيوش هذاك الشيء. وهاد الاوامر اللي كنقول لكم كيفاش كتمشى راه ما راه القيادات بوليزاريو راه ما كديرهاش بوحدها لا كلشي سير كونتروندي. لا الجزائريين العسكريين اللي كاينين في تندوف كلشي القياده هي اللي كطالع على هادشي ما يديروش شي حاجه بالاوامر ديال القياده ديال نظام الكبرانات الجزائريين. هذا حضرنا له وشفناه. انا كنقول انا هاد التصريحات اللي كنعطيكم كنعطي التصريحات اللي شفتها بالواقع وبالملموس وبالادله ماشي الهوا في التيو ولسان طويل. لا انا كنقول انا هاد الحقائق اللي كنعطيها لخوتي المغاربه وحتى الصحراويين اللي راهم المحتجزين في تندوف. يعني كاين شي حوايج اللي كانوا كيوقعوا وانتوما في تندوف وحنا معاكم وانتوما معانا لكن حنا اسرى وانتوما كنتوا محتجزين. ولكن كنا كنشوفوا في هاد البراهين اللي انتوما ما كنتوش كتشوفوها. علاش؟ لان الاسير اليوم كيكون هنا وغدا كيكون هنا وغدا كيكون هنا كيتفرق كيمشي يشتغل الخدمات على حسب اليوم وعلى حسب الخدمه في كاينه. نعم نعم لخاطر هذيك ملاحظه اللي شفناها في هاد الايام في هاد 48 ساعه في هاد الاسبوع هذا ديك المظاهرات وداك الشيء اللي وقع في مخيمات تندوف. والله العظيم اتمنى الخير والله العظيم والله العظيم اتمنى الخير وكنتمنى ان شاء الله تكون هذه بدايه ليكم كتنوضوا توقفوا وتطوروا في وجه دوك الطغاة وتكون بدايه ليكم للنهايه من داك لو ماساكر
ديك المصيبه الكحله اللي راها وقع في تندوف، راه حنا كنشوفوا دوك المراسي، دوك المراسي اللي راهم تما ودايرين دوك البواتيك المراسي اخواني المغاربه باش يفهموا المراسي شنو هما، على خاطر قضيه كلمه المراسي يفهموها غير الصحراويين. المراسي هما بحال السويقات كما كنقولوا حنا، السويقه، السويقات تيكونوا فيها التجار واللي يبيعوا ويشريوا، هكذا هما راهم دايرين تما كيبعدوا على المخيم بواحد الكيلومتر في الجنب ديال المخيم وكيديروا المرصى، بمعنى السويقه. وملي كيديروا ديك السويقه كيبنيو فيها اللي عنده الفلوس كيبنيو شكل بوتيك بمعنى حوينيتها ويقلبوا يشريوا. هنا كاين المواد الغذائيه ديال التهريب اللي كتباع تما، وكاين مواد غذائيه اللي كتشرى وهي ديال المخيمات، ولكن كيشريوها على طريق سماسيره ديال هما بوليزاريو وسماسيره ديال اللي القياده اللي كثر منهم، باش ما يبانوش القياده اللي كيقبضوا الفلوس ويقبضوا الدراهم ديال ديك المواد الغذائيه. لكن هاد الضجيج اللي راه واقع عندكم، والله العظيم من كل قلبي، هذا اسير مغربي اللي عاش عندكم سنين طويله وتكرفاس وتعذب ما بين اسرى الحرب اللي كانوا مجموعين في ديك المنطقه. انا لا اتكلم على نفسي شخصيا، لا، دائما اتكلم على جميع الاسرى المغاربه الجنود الذين اللي كنا عندكم في دوك البؤار، في دوك الحفار ديال تندوف، وداك التعذيب وداك الاعمال الشاقه وداك الويلات. انا كنتمنى تكون بدايه لنهايه ليكم. وما انا في المغرب، ها انتم شوفوا، انا كندير الحلقه بواحد الوسام ملكي ديال اللي عطاه لي سيدنا، وكندير الحلقه في بلادي، الحمد لله اتمتع بحريتي وكنتكلم كما بغيت وكنتمتع بالحريه ديالي ولله الحمد والشكر. بريت من ديك المأساة اللي دوزتوها علينا في تندوف. ودائما كنقول لكم جلال سميده مستعد مره اخرى للدفاع على حوزه الوطن، ومستعد لنحمل السلاح كجندي مغربي، ومازال عندي العطاء والطاقه الحمد لله باش نكافح على بلادي المغرب. حياكم الله، تحيه اخويا، شكرا جزيلا، بوسه لجميع اخوتي المغاربه، الله يحفظكم. بارطاجيو هذا الكلام ديالي، فوتوه لجميع المغاربه يشوفوه ويسمعوه. حياكم الله، الى اللقاء، الى حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.